بالنسبة بقى كابتن ضغط الماتشات اللي حضرتك عارفه دلوقتي، بتلعب مباراة في الكونفدرالية وبعد كده بتلعب في الدوري وبعد كده ترجع الكونفدرالية تاني، وكلها مباريات صعبة، سواء زي ما حضرتك شفت أبو سليم كان احنا حظنا وحش في دايما في أول في افتتاحية أول الجولات في البطولات الأفريقية، وبعد كده دخلت على فيوتشر. فازاي الكابتن بيعتمد بقى يتعامل مع فترة ضغط الماتشات دي ويتكلم مع اللعيبة ويهيئ اللعيبة ازاي الفترة الجاية؟ بص، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. البطولات بتبتدي من المباراه الاولى، دي بتبقى اصعب حاجه. في ناس كتير اتكلمت ان الاداء مش مرضي، لكن انا اقول لك، انا كمدرب انا بيهمني النتيجه قبل الاداء، بالظبط، لان النتيجه هتريحك نفسيا والاداء هيجي. انما انا ما ابتدي بطوله وفي تعثر هتعمل لك مشاكل جامده جدا في الفرقه. ففي الحاجه الايجابيه ان انت تكسب، وانا التملي بقول كلمه يعني للعيبه، فرقه البطولات وانت وحش تكسب، وبعدين الاداء يتحسن، ان انت بالظبط بتبقى مرتاح نفسيا كجهاز، اللعبه تبقى هاديه عارفه انها واقفه على ارض صلبه ماشيين كويس. فالحاجات الايجابيه هتيجي هتيجي، والكره الحلوه هتيجي هتيجي لما تلاقي اللعيب مش متوتر مش مضغوط. فانا بقول لا، هو ماشي بخطوات كويسه جدا. اهم حاجه ان هو كسب الماتش الاولاني بتاع ابو سليم، ده اهم حاجه ان هو ماتش يكسب. بيراميدز يا كابتن ميمس هي الدفعة الأكبر بقى اللي خدها كابتن معتمد وخدها اللعيبة، خليتهم بالشكل والمنظر المميز اللي احنا شفناه خلال الماتشين اللي جدا فاتوا. جدا الماتش ده كان ليه مفعول السحر، ان هو بالظبط نقل اللعيبه نقله تانية ودخلهم جوه البطولات واداهم الثقه، ودي ترجع له هو ان هو اشتغل على العامل النفسي اكتر من العامل الفني. وعشان كده ربنا كرمنا في ماتش بيراميدز نتيجه واداء. بالظبط خلي بالك احنا بالظبط لعبنا كويس في ماتش بيراميدز، وطبيعي ان هو الفتره الزمنيه اللي كان شغال فيها مش هيقدر يمتلك كل الادوات. 10 ايام مش كتير في الكوره، ده ناس بتقعد سنين عشان تضبط فرقه. طبعا طبعا فهو ما انا بقول لك الوقت، مع الوقت ان شاء الله انا شايف ان الأداء كمان الاداء هيتحسن عن كده. هيتحسن، بالظبط ومع طريقه اللعب اللي هو رجعها اللي هي مناسبه للعيبه هتتحسن، وعندنا النواحي الايجابيه هتبقى افضل الماتشات الجايه. ماتش فيوتشر لا، في ايجابيات كتير، الاستحواذ كويس، بتوصل للجول، بقى في فرص ممكن بتحقق النادي الزمالك، كان يعني بينا نوصل. الخطوره قلت عليك، ما بقاش في الخطوره اللي كانت بتبقى مهدده في الماتشات اللي فاتت، المساحات قلت، فقدرنا نشتغل كويس في النواحي الدفاعيه، التنظيم الدفاعي زاد احسن من الاول. فكل الحاجات دي يا كابتن من خالد ايجابيات بتحتاج وقت، بالظبط التنظيم الدفاعي والشغل والتحولات من الدفاع للهجوم، الحاجات دي احنا لازم نعذره لان هو الوقت مش كانش في صالحه، لكن هو ماشي كويس، ماشي بالفرقه ستيب باي ستيب، بيكسب وبتاعه، والمكسب يجيب مكسب، وان بالظبط. شاء الله اللي جاي افضل. وانا شايف ان هو لو ثبت طريقه اللعب ويبقى التغييرات فادية الحدود، وانا ضد التدوير اللي عمال على بطال اللي طالع موضه فاشله. التدوير ده بيجي بعد يعني ما يكون في اجهاد او هتوصل لمرحله الاجهاد، انما خلي يعني التدوير في اضيق الحدود واللعب في الفرقه على اضيق الحدود، ونثبت الطريقه ونثبت التشكيل لفتره لغايه ما تحس ان في حد مجهد تبقى تبتدي ايه تغير. لكن طول ما احنا ماشيين كويس، ما تغيرش. بالذات بالذات لما تكون ماسك لسه جديد، النتائج تفرق كتير معاك ومع الجمهور. ما ينفعش اجرب زي مستر سيرو بيجرب في اوقات احنا مش في حمل لا تجارب. ده كان كل مباراة كابتن محمود كنت فالكابتن قاعد. معتمد، انا يعني نصيحه الاخ يعني، ان هو يثبت التشكيل والتدوير يبقى في اضيق الحدود عشان الأداء يتطور عشان يبقى الاداء أحسن من كده. يزيد بالظبط والتطور يزيد، لان المكسب يجيب مكسب، وتلاقي بالظبط الثقه كل مدى ما بتزيد. بالظبط يا كابتن.